يا هلا مرحبا فيكم في برنامج كلام دكاترة. اليوم احنا طبعا مثل ما عودنا سادة المشاهدين ان احنا دائما نجيب لهم كل ما هو جديد ومميز ما يخص فيروس كورونا. فنحب نرحب معانا في اختنا أصيل قاسم مساعد رئيس تمريض. يا هلا بيك أصيل. أهلا بك. طبعا التمريض والخدمات الطبية مساندة لهم يعني ما شاء الله يعني فضل وقاعدين يشتغلون شغل يعني جنب لجنب مع إخواننا الدكاترة، وحابين إن إحنا نتكلم وياك ندردش معك شوية نبدي معك شوية. متر أصيل، إحنا نعرف إن مهنة التمريض من المهن الإنسانية واللي يكون في علاقة مباشرة أكثر يمكن من علاقة الطبيب بالمريض مع الممرض، خاصة داخل المستشفى بين الممرض والمريض. يريد تتكلمين على يومك العادي في مهنة التمريض قبل ما تدخلين بتجربة فيروس الكورونا. اليوم العادي بالتمريض يعني يبدا الصبح مع المريض، اكون مع المريض طول اليوم يعني، او التمريض ككل يعني مقسم على 3 شفتات يكون يومه مع المريض. الممرض هو حلقه الوصل بين المريض وبين الخدمات الصحيه الثانيه، فهو اللي يوصل، تقدرين تقولين هو اللي يوصل صوت المريض حق ايا كان من الخدمات الصحيه. يعني تقدرين مثلا شني انا امه. مثلا أصير أسامة كان لها تجربة بأرض المعارض، نبي نتعرف عليها إن شاء الله. طبعا مجهودكم وايد كبير بأرض المعارض، ومجهودكم كبير بكل مكان، لكن بالأزمة اللي احنا مارين فيها وخاصة في أرض المعارض لاحظنا المجهود الكبير اللي قمتوا فيه، فنبي نعرف تجربتك أنتي مثلا أصير في أرض المعارض. تجربتي كانت أتوقع من أحلى التجارب بحياتي، طول ما أنا يعني من بديت بالتمريض كان أحلى شعور في حياتي. يعني I was really proud of myself لما رحت هناك. أنا واحد من الناس الأمانة، أنا كنت موجود يعني تقريبا شبه يومي أنا موجود هناك وقاعد أشوفها وأشوفها ما شاء الله عليها، يعني رايحة يمين يسار فوق تحت ما تقعد. فأنتوا بالنسبة يعني لنا إحنا كناس قائمين على خدمة اللي هو اللي قاعدين يجون في أرض المعارض، شغلكم صراحة شيء جبار. مشكور. فالعفو. فالتجربة التجربة اللي كانت فيه، شلون كان مثلا وجودكم هناك؟ هل كان عندك خوف مثلا أصيل إنه ممكن مثلا لا سمح الله تصابين بعدوى؟ وشلون كانت تجربتك مع الأشخاص؟ ما نبي نقول مرضى لأنه كان في نسبة كبيرة منهم مراجعين يعتبرون. شلون كانت ردة فعلهم وطريقتهم خلال دخولهم لصالة أرض المعارض عشان موضوع الفحص؟ هو تجربة الأول يعني أول يوم دخلت، أنا دخلت من الأكزت، دخلت من مكان الطلعة، من مكان طلعة المراجعين. دخلت بالغلط لأن ما كنت أدري أنه في بوابة ثانية. صحيح. فكان المنظر وايد مخيف، وصدق كنت داشة بس لابسة ماسك، وصار الناس وايد بعاد، شايفين القاع النص وايد بعاد عني. فاضطريت أمشي لآخر شيء، فإيه مخيف. وحتى وأنتي لابسة اللبس الكامل اللي هو الجلوفز والهير كفر والماسك والأيسوليشن جاون، هم في خوف. لأن أنا أدري أن أنا دايرة بالي على نفسي، بس ما أدري الناس الثانيين شلون دايرين بالهم على نفسهم ولا لا، طريقتهم. فيعني الكل لازم يدير بال على نفسه، هذا هو. من كذي في خوف، لأن أنا personally كنت خايفة أن أنا دايرة بالي بس يمكن في أحد مداير باله. طبعاً تفضل. إحنا ودنا نكمل معها، لكن إحنا محتاجين نطلع فاصل ونرجع لكم بعد هالفاصل. رجعنا لكم في برنامج كلام دكاترة، وبكلمكم شوية عن المعقمات الكحولية وأهميتها. المعقمات الكحولية لابد أنها تحتوي على أقل شيء 60% من الكحول، على أساس أنها تؤدي غرضها التعقيمي. واليوم أنا بعلمكم الطريقة الصحيحة للاستخدام. طبعا في وايد أنواع، في مثلا اللي تكون على هيئة مناديل، تمام، في على هيئة جل، وفي هيئة البخاخ أو الرشاش الكحولي. هم هذا ممكن يصنعونه في البيت، لكن أنا أنصحكم تستخدمون الأشياء المتوفرة في الصيدليات لأن هي الأأمن عند الاستخدام. في بعض الأحيان أن احنا نصنع المواد في البيت قد ما تكون أنها في الكميات أو التراكيز الطبية المعقمة، يمكن في بعض الناس يخلطون من روحهم، احتمال تكون المادة أو تركيز المادة يكون وايد عالي يضر في
الجلد، عشان كذي انصحكم ان انتم تستخدمون الاشياء المتوفره والجاهزه. الحين اوريكم شلون طريقه الاستخدام. وايد سهله. اول شيء ان انتم تفتحون المعقم الكحولي، تحطونه بالايد، تمام، وبعدين تستخدمونه كانكم ما تغسلون ايدكم بالماء والصابون، صح؟ اول شيء تفركون في سطح اليد بين الاصابع، اوكي، وتستخدمون طبعا الابهام لازم تنظفونه، وخلف اليد، اوكي، وعند الرزق. هذه طريقة الاستخدام الصحيح حق المعقمات الكحولية. لا تنسون تخلونها تنشف. الفكرة مالت المعقمات انها تقتل البكتيريا والفيروسات. اسطح الخلايا اللي هذه الجراثيم وايد هش، فبسرعه يتلف عند الكحول لما تلتصق بالكحول، فتكون مواد بروتينيه. هذه المواد البروتينيه لما يتبخر الكحول ترتفع بالهواء، فعلى اساس كذي هي طريقه وايد ممتازه لتعقيم اليدين. واتمنى لكم الصحه والسلامه. نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله عساكم العايدين والفايزين. طبعا ندري العيد مختلف، وساعات الاشياء المختلفه ممكن تكون تجربه يعني غير، وممكن تكون تجربه تروى بعدين لعيالنا ولاحفادنا، وايضا هذه التجارب نتعلم فيها. وهذا موضوع اليوم اللي بتكلم عنه، ان احنا تونا خالصين من شهر رمضان والعيد، وخاصين من أجواء الحظر الكلي اللي يعني الدولة قررت أنه كان لازم يجي بهذا الوقت لتقليل عدد الإصابات. وإن شاء الله نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، لكن في أشياء إحنا يعني لازم إحنا نسويها، أشياء تقع على عاتقنا، على عاتق الناس، إن يسوونها لتقليل حدة انتشار يعني الفيروس في المجتمع. من أهم هذه الأشياء يمكن أن إحنا نطبق التباعد الاجتماعي لما نخرج في جميع الأماكن، سواء كانت عند البنك تسحب فلوس، داخل الجمعية، حتى بالشارع، حتى لما نمشي، حتى لما نسوي رياضة، احرص انك تطبق على الاقل تترك مسافة متر ومتر ونص تقريبا الى مترين بينك وبين الشخص اللي يمك. وشيء ثاني المهم، ان الان توصية رسمية من الدولة ان الكل يلبس الكمامات للوقاية وللحماية، فما ننسى هالشيء. وايضا ننوه ان هذا الكمام بعد ما يخلص يعني ما يصح ان نرميه بالشارع او نرميه يعني باي مكان، وانما يعني نرميه بالمكان المخصص حقه. وايضا يعني نختم بان بعد هذه الفتره الطويله من القعده بالبيت، يمكن بعض الناس تعودت على الكسل وبعض الناس على عدم الرياضه، فنحاول نحرص على الحركه البدنيه وعلى الرياضه ايا كانت بصورها، ونحاول ايضا نحرص على العادات السليمه اللي اخذناها، نتمنى ان اخذناها من فيروس الكورونا، طريقه غسل اليدين بطريقه صحيحه، وتناول الاكل السليم والنوم السليم والصحه النفسيه وما شابه. وان شاء الله كلكم يعني كلكم تكونون بخير، وان شاء الله نلتقي فيكم قريبا. اليوم بنتكلم عن التقويم وعنايتنا بالناس اللي حاطة التقويم. التقويم له أنواع كثيرة، منه الشفاف، منه الداخلي، ومنه الخارجي. وأهم شيء بالتنظيف والعناية فيه هو التقويم الخارجي والداخلي. ليش؟ لأنه عبارة عن قواعد ومشبوكة عليها سلاسل معادن، فهذه الشغلة ممكن تجمع الأكل أكثر وأكثر. فشلون أنا أهتم فيها وأعتني فيها؟ عن طريق الفرش الخاصة في التقويم بين القواعد أنظف المكان. ليش أنظف المكان؟ لأن إذا خليت بقايا الأكل راح تجيني عليها بكتيريا تجمع حوالينها، تتغذى عليها، تطلع لي أسد. هالأسد هذا شنو أضراره على السن؟ إنه يضعف لي السن، ومن بعدها يصير التسوسات، ونكتشف بعدين لما نشيل التقويم إن أسناننا تعبانة من التسوسات أو البقع البيضاء. إذا لا سمح الله حصل معانا، أو إن عشان أقي نفسي من هالنقطة هذه، أهم شيء أني أنظف بالفرشات بين التقويم، أو أني أستعمل الخيط المائي بين الأسنان، بعدها فرشاة خاصة لقواعد التقويم وأهتم فيها. وأهم شيء أركز على النقطة الرئيسية، أني أركز على الفرشاة،
والتكنيك المعين في طريقة التفريش، وأهم شيء وأهم نقطة نعتمد عليها يا أخواني أن الوقت الزمني، يعني يكون من دقيقتين إلى دقيقتين ونص بهداوة وفرشاة ناعمة واعتني فيها. ليش؟ عشان الأسنان تستفيد من المادة اللي بالمعجون واللثة بنفس الوقت، أني أسوي لها نوع من أنواع المساج، لأن في بعض الحالات لما يكون عليها التقويم نلاحظ أن اللثة تبدأ بالنمو زيادة، هذا النمو الزايد مرض، يعتبر مرض من أمراض اللثة، أو الانحسار يعتبر مرض من أمراض اللثة. فعشان نحمي أنفسنا نعتني شوية ونهتم شوية بأسناننا، وخاصة لأهل التقويم، وألف سلامة ويجعلكم إن شاء الله ما تشوفون أي شر. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. اليوم هو يوم العيد، يوم فرح وسعادة وسرور لكل المسلمين في كل مكان في العالم. طبعا أكيد ما نذكر الفرح والسعادة إلا أن احنا نذكر أهميتها وانعكاسها على الصحة النفسية وصحة الفرد بشكل عام. دائما في أيام العيد ما يكون يعني حلويات العيد تكون متواجدة يعني بشكل وافر، ووجبات معينة دائما ما تكون عالية بالسعرات الحرارية وعالية في الدهون. طبعا اتباع نمط حياة صحي اللي احنا دائما ما ننصح في اتباعه مو معناته ان احنا نحرم نفسنا من تناول هذه الحلويات وهذه الوجبات في اوقات العيد، بل بالعكس احنا يعني ننصح بالاستمتاع بالطعام وتناول هذه الوجبات او هذه الحلويات، ولكن بشكل معتدل وبشكل متزن. العيد هالسنة يعني بما ان احنا نمر في ظروف استثنائية، ان شاء الله يعني نستمتع بشكل مختلف، ويكون العيد يعني تكون له ذكرى جميلة بين افراد الأسرة. مو شرط ان احنا يعني ما اننا نمر بظروف استثنائية معناته ان احنا ما نستمتع في اوقاتنا ولا نستمتع بطعامنا، بل بالعكس هي تجربة يعني جديدة وتجربة استثنائية. ممكن ان احنا دائما ما نتذكر او يعني نبني ذكريات جديدة نسترجعها إن شاء الله في المستقبل في الأوقات إن شاء الله القادمة بعد ما تذهب عنا مشاكل أو جائحة كورونا. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تنعاد عليكم بالصحة والعافية وفي ظروف أجمل من هذه الظروف. مهنة التمريض تتصف بأنها مهنة إنسانية، وهي عبارة عن فن وعلم ينتهجه الممرض لتقديم الخدمات العلاجية للمجتمع للحفاظ على صحة الفرد وبقاء سليما. ويهدف التمريض إلى مراقبة الحالة الصحية للمريض خلال رقوده على سرير الشفاء والحد من المضاعفات التي قد ترافق المرض. وتتخذ مهنة التمريض جانبين، أحدهما فني والآخر معنوي. يمكن تعريف التمريض بأنه تقديم خدمة بشكل مباشر لإنسان يعاني من مشكلة صحية معينة للارتقاء بحالته الصحية ومساعدته على استعادتها.
ومهنة التمريض تركز على جميع الجوانب الجسدية والعقلية والروحية، وبدأت مهنة التمريض تتطور شيئا فشيئا مع مرور الزمن، حتى أصبح الممرض جزء لا يتجزأ من كوادر المستشفيات، ولا يمكن لأي مستشفى الاستغناء عنه. وما يقتصر دور الكادر التمريضي على تقديم الخدمة العلاجية، بل أن الممرض اليوم دوره أبعد بكثير، فمن واجب الممرضة أو الممرض تقديم خدمة وقائية لمرضاهم، مثل التثقيف والتوعية الصحية من خلال إعطاء الإرشادات والنصائح التوعوية حول مسببات الأمراض وكيفية الوقاية منها. رجعنا معاكم مشاهدينا، ومعانا متر أصيل، أحد الطاقم الممرضين اللي كان موجود في أرض المعارض. كنا قبل الفاصل متر أصيل قاعدين نتكلم على موضوع شلون تعامل المراجعين معاكم. المراجعين وايد كانوا خايفين، ويعني تقدرين تشوفين الخوف عليهم، لأن أصلاً المكان كبير وهم ناطرين دور، والمكان الانتظار من كثر ما هو كبير والكراسي كذي توزيعتهم يخرع شوي بالرهبة شوي، وهم أصلاً خايفين لأن ما يدرون هم داشين على شنو، ما يدرون شنو راح يصير فيهم. معظمهم عبالهم يعني إحنا بنمسكهم بناخذهم محجر ويسمعون كلمة حجر ولا بنسفرهم ولا هذا لا. وكنا يعني كنا نحاول نطمنهم، يعني دائما كنا نكلمهم يعني واحنا ابتسامه على وجهنا مخشوشه ورا الماسك، نحاول نخفف عليهم. وبال يعني بالفعل وهم طالعين الكل يعني يشكر والكل يطلع مرتاح الحمد لله. حتى اللي اضطرينا مثلا ناخذ منه مسحه او شيء كان يعني ما كان خايف. اول شيء يعني تشوفينهم اول ما يقعد عند الطاوله اللي عند الدكتور يبينون ويقول يعني يبينون انهم خايفين، بس وهم طالعين هم مرتاحين. يمكن التعامل الأسامة بعد هم يفرق، يعني أعتقد صحيح. إن كل العاملين هناك أخذوا يمكن فترة تدريبية على هذا الموضوع ونزلوا، وهم مختارين أعتقد الأشخاص يعني المهمين في هذه الفترة، واللي عندهم الشخصيات اللي ممكن تتعامل في موضوع الخوف والرهبة. والتعاون بعد الجهات الأخرى يعني ما نبخص بحق وزارة الداخلية والدفاع المدني والقائمين ويانا، هم بعد كان تعاملهم جدا راقي مع صحيح. هو مع الكل كان يعني الكل كان يشتغل مع بعض، الكل كان يساعد بعض. نعم. يعني تقريبا كنا كلنا واحد، الكل يشتغل شغل يعني كلنا كنا قاعد نكمل بعض. الله يعطيكم العافية والله. أي والله. وطبعا العمل هذا استمر لساعات عديدة. صحيح. ففي عندنا هم بعد نبي نسأل، هل كان في فترات معينة أو له متواصل؟ هل كنتوا تأخذون وقت راحة؟ يعني مثلا فترة صباحية بعدين نوقفون راحة بعدين فترة مسائية؟ لا كان ولا متواصل؟ كان الدوام متواصل، بس احنا كتمريض كنا مقسمين على شفتين. شفت الصبح اللي هو من الساعة 7 الصبح للساعة 1، وشفت العصر من 1 للسبع. يعني هم شفت جدا طويل والضغط كان بالدوام. صحيح. او يعني على ما يبدون الشفت وعلى ما هذا، فيعني يبي له شيء يقول لي ساعه. اي نعم. فكنا متواجدين طول اليوم، يعني ماكو يعني وقت الراحه كان الدكتور والممرض مع بعض ربع ساعه. اي فيعني يعني ربع ساعه ما تحتاجون الراحه، لان الراحه ان انتم تخلصون وتنتهون من ما قاعد نتعب. صحيح. بس اللي قاعد نسويه قاعد ينسينا ان احنا تعبه. متر أصيل، لما خلصت الفترة المراجعين اللي خلصت الأعداد وكذا، شنو كان شعوركم في هذه اللحظة؟ كان وايد حلو. وهم لما يعني صار مني واو خلصنا سويناهم كلهم. يعني وايد حلو، إنجاز أسامة يكون. إن الواحد يحس بفخر إنه هو أنجز وإنه هو ساعد ناس، فطبعاً شيء تشكرون عليه. شيء حلو إن الكل يشكرك. وايد حلو، يعني ما هقيت ان الكل راح يكون مستانس ويشكر ان رحت سويت شيء، وانا يعني كان عندي ان انا راح اسوي شيء بسيط، بس يعني اخر شيء طلع لا كلش مو شيء بسيط اللي سويته. صح اكيد طبعا. مو بسيط، خاصه لان انتم بموقع يعني يعتبر انه خطر، ممكن الاصابه يعني نسبتها تزيد، لان في الاعداد وايد كانت وايد كبيره من المراجعين. وبالنسبه حق الكلام اللي قاعد تقوله اختي وجد، شنو كانت الإجراءات أو الأمور الوقائية كنت تسوونها عشان إنه ما يعني ما يصيبكم الفيروس هذا؟ طبعاً كلنا لابسين الأيسوليشن اللي هو الهير كاب، الماسك، غلوفز، الأيسوليشن جام.
المرضى كلهم كانوا محطوطين يعني أتليست متر بينهم وبين بعض. الدكاترة كلهم على طاولات والطاولات بينهم وبين بعض أهم أتليست متر. المريض لما سوري المراجع لما يخلص مع الدكتور، المراجع طبعا يطلع برا القاعة، الدكتور والممرضة ينقلون إلى طاولة ثانية. فبين مريض وبين مريض ومريض سوري بين مراجع ومراجع يبدلون الطاولة، والطاولة اللي كانوا عليها تتنظف وتعقم تعقم. طبعا اللبس بطلعنا نبدله على طول، الهاند روب قاعد نستعملها، غسيل الإيد، فيعني دايرين نحاول هو وقاية يعني خير من العلاج. طبعاً أكيد خير من العلاج، خاصة إن متر أصير رح ترجع لبيتها لا لبيتها قاعد نقول إن للبيت، ويمكن يكون شوية كان في تخوف من هذا الموضوع. إيه طبعاً بنتي عند أمي ما أشوفها، أختي تسميني كورونا. لما نروح عند يعني اروح عند امي لا خليك عند الباب لا تدخين هم إيه؟ معاهم حق لان هم هذا وقايه بالنسبه إيه؟ وهم يعني هم يعني اروح بس يعني اكيب ماي ديستنس يعني حتى كل مكان يعني يقول خلي واحد يحط بباله انه هو احتمال انه هو يكون حامل لهذا الفيروس. هو الكل المفروض ما يبي يأدي حق اهله وحبايبه إيه؟ وعائلته. المفروض الكل حاليا يعني يخلي مسافه بينه وبين اليمه حتى لو كانوا في البيت يعني طبعا مو بس عشان انا جايه من دوام ولا من كنت في مشرف او هذا لا. المفروض الكل حاليا يسوي الحب كري. مو بالالتصاق الحب صح. بالعنايه ورعايه أمره. الاشخاص صح. اللي معانا سواء كانوا من اهلنا او من الاشخاص اللي احنا نحتك فيهم بدوامنا صح. متر اصيل نشكر وجودك معانا اليوم اسامه. وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم ونقول لهم شنو مع السلامه خلكم في البيت ونحبكم من بعيد يعطيكم العافيه.